السلام عليكم. تفضلوا يا عم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بالاهوادي. تفضلوا يا عم. مين رئيس وزراء بعدين أولياء الأمور؟ طلاب الطلاب. يمكن شهدائنا بشكل خاص طبيعي الوجوه الموجودة هون بتمثل كل أهل سخنين، وأنا متأكد لو انعطى تمثيل للمجتمع العربي في هاي البلاد كان بتلاقي تمثيل من كل المجتمع العربي هون. فالله يرحمهم. وتفضل أبونا، أهلا وسهلا فيك، تفضل. إخوان صباح الخير، حضور الكرام، أهل الفقيد والشهيد الغالي، ونحن جميعا أهل لهذا الشهيد ولشهدائنا جميعا. بداية لكل شهيد في هذه البلاد حقوق وواجبات علينا، ومش عن عبث الكنيسة كرمت شهدائها وأقامت وأحيت ذكراهن. لما بنلتقي احنا في هذه اللقاءات احنا بنقدم كل ما عندنا في سبيل كرامة شهدائنا، لأن الشهيد يا إخوان هو وطن. الشهيد هو ابن أبو الوليد، ولكن أبو إيهاب، ولكن وليد هو ابننا جميعا. هو قدم نفسه، قدم ما أغلى ما عنده حتى إحنا نعيش، حتى يثبت كرامتنا في هذه البلاد. لذلك بالنسبة إلنا الشهيد يا إخوان هو وطن، هو أرض، هو قصة، هو كيان. لذلك مهما قدمنا لشهدائنا إحنا بنشعر دائما وأبدا إننا مقصرين. لذلك نحيي ذكراهم دائما وأبدا، ويجب أن تكون هذه الذكرى في قلوبنا. إلي شيء واحد ووحيد اللي أتوجه فيه لكل أهلنا في هذا البلد الطيب المعطاء، أن نجعل من هذا اليوم فوق الدين وفوق الحزبية، وأن تكون المظاهرة مظاهرة معبرة أولا عن وحدتنا جميعا إزاء هجمات معينة علينا وعلى وجودنا في هذه البلاد. لذلك إلي رجاء خاص، ما تكون منافسات، ما يكون إظهار لنواحي حزبية، لأنه الشهداء ذكراهم غالية علينا، وهن بهذا اليوم اللي بنعتبره إحنا يوم مميز، يوم اللي لازم نقدم كل ما عندنا كرامة لهالخط ولهالسياسة ولهالناس اللي قدموا أغلى ما عندهن مشان نحافظ على وجودنا وعلى كياننا. الله يرحم جميع شهدائنا في هذه البلاد اللي قدموا كمان مرة دمهن في سبيلنا. لذلك الله يرحمهم، يطول اعماركم، وان شاء الله ونفتخر بشيء واحد بهالبلد، وحدتنا ومحبتنا اللي لنا جميعا، ووقوفنا في كل سواء كانت الحالات الايجابيه والسلبيه دائما احنا معا. السلام على جميع الانبياء والمرسلين، الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ ابو ايهاب والاخت ايهاب وعائلة صالح، طبعا نحن نعتبر الشهيد وليد وجميع الشهداء نعتبرهم شهداء الأمة، شهداء هذا الشعب، هم بنضموا لقافلة طويلة من شهداء شعبنا على مدار السنين. بس نؤكد في هذه المناسبة أنه عندما دخل شارون، ونحن لا نريد أن نذكر التاريخ بالحيثيات والتفصيل، ولكن دخول شارون إلى باحة الأقصى وتدنيسه إلى الأقصى، والهبة الجماهيرية الشعبية السلمية التي قام بها أهلنا وشعبنا في الداخل، والشباب الذين تصدوا للمؤسسة الإسرائيلية الأمنية بصدور عارية ولقوا الشهادة نتيجة إطلاق الرصاص عليهم، هذه طبعا عبرة نريد أن نرسلها، ونريد أن نؤكد أن شهدائنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. هؤلاء هم شهداء، وللشهداء منزلة خاصة عند رب العالمين.
منزلة خاصة هو في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله، وهم يشفعون لسبعين آخرين. فإحنا نقول إن هؤلاء الشهداء أرواحهم في طيور معلقة في عرش الرحمن. نقول لمن يعتبر هذا شارون الذي دنس الأقصى عبرة لمن يعتبر وهو يرقد جثة هامدة. نقول أن هذه المؤسسة لم تعتبر من الدرس من هبة أكتوبر ومن أحداث يوم الأرض، لم تعتبر حتى الآن، ما زالت حتى الآن تدنس الأقصى، وما زالت تدنس وتحاول تدنيس المؤسسات والجوامع والكنائس في كل أنحاء فلسطين. في هناك محاولات للإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول أن هذه المؤسسة بما أنها لا تريد ولا تفهم العبرة فهي على هذا الاتجاه. نقول لشهدائنا ولشهدائنا كلنا طبعا أهل، وكلنا نكون في موقع واحد وفي ساحة واحدة في هذا المجال. وطبعا لا بد والإشارة إنه إحنا أهلنا بهذا البلد، وشعبنا متوحد كلياته متوحد في هذه المناسبات الوطنية الشريفة اللي تشرف هذا الشعب وتشرف هذا البلد. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. واليوم في وقفتنا هذه وحضورنا هذا نؤكد أنهم أحياء عند شعبهم وعند أهلهم أيضا. الحضور الكريم، لقد كان شبابنا وكان شهداؤنا في طليعة النضال الفلسطيني، وليس عبثا أن يكون أول من سقط ومن استشهد من شعبنا هم الشباب، فلقد قادوا دائما هذه النضالات وضحضوا المقولة القائلة: الكبار يموتون والأبناء والصغار ينسون. فشعبنا لم ينسى ولن ينسى ما حل به من نكبة عام 48 وما قبلها، وهذه النكبة مستمرة حتى اليوم. ووقفة شبابنا اليوم في المدارس الثانوية في سخنين وإعلانهم الإضراب في المدارس الثانوية لهو دليل على أن شبابنا يكملون المشوار وهم دائما في طليعة هذا النضال، وهم يؤكدون أن قضيتنا مستمرة وأن نضالنا مستمر، لأن قضايانا لم تحل ولا نرى حلها في الأفق القريب. كما قال من تحدث قبلي أبو محمد وأبو نضال وأبونا، قضيتنا الفلسطينية تمر مرحلة صعبة اليوم بسبب الفرقة وبسبب ما حل بشعبنا من انقسام. فاليوم من هذا المكان ومن هذا الموقع نبعث برسالة وحدوية بهذا المشهد الرائع إلى شعبنا، ونقول لهم: توحدوا، فإن في توحدكم بركة وإن في توحدكم قوة. والسلام عليكم ورحمة الله. الوفاء للشهداء وتخليد ذكراهم، ولن ننسى عماد ولا وليد ولا أي شهيد من شهداء فلسطين. فهذه سخنين بلد الشهداء التي قدمت الشهيدة والشهيد منذ 76 يوم الأرض وهبة القدس والأقصى. هذه سخنين بوجوهها الطيبة الخيرة التي تفي وتتعهد وتحمل على عاتقها العهد أن تحمل وصية الشهداء، ألا وهي الوحدة والحفاظ على الوطن وعلى الكرامة. فمن أجل هذا استشهدوا. الله يرحم الشهداء. الله يعطيكم العافية.